صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي صبحت؟ سمحولي يا غبرت عليكم. ايوا اختي، انا خديت كونجي فتره نقاهه يا اختي. يا اختي جلست وارتحيت مع راسي يا اختي، ورديت راسي لراسي. المهم الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا نهار جديد، اليوم راه ثلاث ان شاء الله، غنبدا معكم فيديو جديد. البنات غادي نمشي للقهوه نجلس نتقهوى، لان راسي كيزدح، راسي دايخ، عندي الفيزيبلات مدايرين البنات. خاصني نمشي نشرب ديك القهيوه، وباغا ناكل شي حاجه معها حلوه الغزالات. وغادي نمشي غادي ان شاء الله للدي ام، غادي نوريكم هذاك الشيء اللي غناخد منه للمغرب، واللي زوين واللي ديته العام اللي فات ونفعني، وغادي نعاود ناخذو عاوتاني. يلاه زيدوا معايا على بركه الله، عند نور البنات. يا راكي خرجه فيه هبا يا سيدي، حرحري هبا اللي براسي ريح، واللي غير منك قطيح. البنات هنا جيت البنات للدي ام يا اختي اجي نوريكم الحويجات اللي كنت ديت البنات العام اللي فات، غادي نعاود نديهم دابا. البنات انا باغا نسالي، صافي باغا نسالي، دخلوا عليا الشهر الجاي نتلها في راسي يا اختي، مكاين المانيكير والبيديكير يا اختي، والتوجد يا اختي، ولي ماسك ولي ماساجور. الحاله حاله الله يا اختي، ونقادو الحاله يا اختي، ونجري ونجري ونجري، نبقاو حنايا نتجاراو. او الشهر 6 مورا شهر 7 تا كنوليو كحلين، حالتنا حاله، بنادم كيهبط محطم كيهبط، بقى عنده ركابي ما بقى عنده والو. المهم البنات الحاجه اللي غادي يعني الحوايج اللي زوينين واللي ديتهم العام اللي فات غنعاود نوريهم لكم دابا، حيت غادي نديهم، حيت دابا البنات غادي نديهم. هادو البنات ديتهم لدارنا، هادو البنات ها هما، وهادو الغزالات هادو. غادي ندي ثلاثه نتاع النكهات، كاين النعناع وكاين هذا الموف وكاين هذا الغزالات ديالي كيف كتشوفوا. هذا باش كتشلوا الفم ديالكم ما كتبقاش فيه الريحه، باش كتبقى فيه ريحه زوينه، كيعقم هذا سميتو اللثه نتاع السنينات نتاعكم البنات. هذا ضروري يكون عندكم في الدار، ها هو. نتوما البنات هادو هما اللي كنت شكرت ليكم، وراه المتتبعات ديالي راهم داروهم وجابوني في لي كومونتير وقالوا لي اسماء، شكرا بزاف. راه حنا درناها وراها واعره وراها فعاله البنات، هذه للشمس يوميا ديروها للترطيب. بالنسبه غادي نعاود نقولها لكم، هذه للترطيب يوميا، ايه ديال الشمس، غير ديال الشمس، باش ما تاثرش عليك الشمس في وجهك، غير ديال الصيف. ولكن انا الام ديالي كديرها العام كامل، قالت لي بنتي واعره، قالت لي رضات لي الوجه ديالي خطير، قالت لي كنديرها يوميا. البنات ديك النهار قلت لكم هذه راه كنديها للوالده ديالي، دابا راه البنات انا جيت نشري. ها انتم 2 اورو و5 90. هاد 50 هادي البنات هي اللي اللي هادو كيف ما كتشوفوا هنا فيها 50 30، هادي اللي كتضغطي لافو مزيان هي ديال 50، 30 غير شويه، ولكن 50 كتضغطيها بالبيان. البنات دابا انا جيت ندير معاكم التقاديه، ها هي انا البنات غناخذ ليها ثلاثه فين ما تمشي كناخذ ليها. دابا ناخذ ليها ثلاثه، ولا قلت ليا البنات عاوتاني نعاود ناخذ ليها عاوتاني الا جيت هنايا، راه فيهم بزاف، غير هو اللي كيضغطي مزيان هو ال 50 50 50 بلس 30 ما كتضغطي. شنو ياك ما شنو كتضغطي ولا ما كتضغطيش، ولاش كتخربقي علينا حنا راه ما كنفهموش، كاين اللي ما كيفهمش سميتو. يعني ما كتحميكش مزيان، هذيك كتحميك غير 30%، هذيك كتحميك 50%، فهمتوا هكا باش تفهموني دغيا. بالنسبه للناس اللي ما مساكن ما قاريينش ما فاهمينش، هذه زوينه بزاف 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 بزاف، وحتى انا ملي كنمشي كندي منها وكندي لبناتي. الوليدات الصغار راه كتكون مكتوبه البنات فيهم كيدز، ما عرفت فينا هي كتكون مكتوبه فيها البنات كيدز، فهمتوا؟ وديال الكبار كتكون هكذا. فيتامين او البنات هانتوما كيف كتشوفوا، ها هما البنات فيهم 10، هادو حتى هما البنات كناخذ فيهم العيالات وفيهم الرجال. هذه هي البلاصه البنات نتاع هذا الشيء ديال العصير، المهم داك الشيء ديال الاماكن الانتيمه البنات كيكونوا هنايا، هما هادو البنات. وكاينين هادو عاوتاني، ولكن البنات ما نكذبش عليكم
انا كناخذ هادو فيهم 10 فيهم الويفيرا فيتامين او. شوفوا حتى الماكينات ديال الحسانه فيهم قال لك لا لا الفيتامين او. ايوا ها انتما اختي كتشوفوا بنات. وهادو يا البنات اللي ما كيخطاونيش واللي كل عام البنات كنهبط منهم هما هادو البنات. هاد مولتي مينيرال وهاد البنات هاد فيتامين سي كلشي كندير منه خلطه جلطه. انا ديجا واخده ومازال خاصني نزيد مولتي فيتامين. وكاين هنا الكالسيوم، كاين هنايا الايزن الحديد مع الفيتامين سي، وكاين اخواتاتي هنايا المغنيسيوم. هاد المغنيسيوم هذا البنات راه مهم البنات. بحال مثلا الا كانت كرش قاصحه تقديها البنات ما كتدخليش حاشاك اعزكم الله البنات للطواليط، كتشربي منه واحد الوحده. هذا راه كيصلح لبزاف د الحوايج. هذا المغنيسيوم اولا هذا المغنيسيوم كل واحد كيقول ليه البنات غير كثروا منه لانه زوينه البنات. انا هاد الفيتامين كما قلت لكم رانا واخده منهم. نتوما الغزالات الفيتامينات اللي ديت شفتوا انا حتى حاجه البنات ما كنخبيها عليكم. وشوفوا البنات كثروا من المغنيسيوم هذا البنات راه مهم بزاف. هو الفيتامين سي هما كلهم زوينين، ولكن اللي كيتحتاجوا في المغرب واللي كيطلبوا بزاف هو الفيتامين سي والمغنيسيوم والكالسيوم. والشيء الاخر حتى هما ديو منهم بحال مولتي فيتامين، بحال البنات الكالسيوم، بحال البنات شنو هذا مولتي مينيرال. شفتوا البنات هادو البنات كيتحتاجوا. البنات هادو يستحقوا ويستاهلوا نعاود البنات نعاود نبارطاجيهم معكم، لاني ديجا بارطاجيتهم معكم شحال هذه. والقناه ديالي كيف ما قلت لكم دائما كيتزادوا الناس او تقدوتم انتم هذا الفيديو يكون فاتكم اللي وريتكم فيهم هذا لي تيست. هذا لي تيست هذه البنات كتاكد لك هذا التيست هذه كديريها واش عندك جرثومه المعده ولا لا. وهذا كيف كتشوفوا ايزن مانجل كيف ما كتشوفوا نتاع واش عندك نقص الحديد ولا لا. بالنسبه دابا حنا هابطين المغرب، الا بغيتي تديهم لخوتك لوالديك، بغيتي تشوفي شنو عندهم واش عندها قرحه المعده بالنسبه للناس اللي كضرهم المعده، بغيتي تاكدي انت براسك ما عندكش مع الطبيب ولا شاكه ولا مهم. انا ما ننصحكمش يعني تكون فيكم شي حاجه وما تمشيوش للطبيب، ولكن كاين بزاف الناس ما كيعجبهمش الطبيب، وكاين بزاف الناس اللي عندهم شكوك. الا بغيتوا تحيدوا هاد الشكوك واش عندكم نقص الحديد او لا عندكم قرحه المعده او لا بغيتوا تاكدوا البنات، هاد لي تيست هادو دايرين 10 اورو كاينين في هاد القنيته هادي هنايا فين كاين هاد البارتشيات وهاد الشيء نتاع الدراري الصغار والكبار. مهم هنايا البنات كاينين ها هما، ديروا لهم سكرين البنات. بغيت نوريكم واحد الرويحات اللي زوينين تاخذوهم هكذا المغرب، تاخذوهم بغيتي تعطيوهم كادو الصراحه ديال تحمير الوجه كيبقاو في الحوايج البنات. انا جات لبنتي هذه كادو، هاد مونامور هذه كيف كتشوفوا راه دايرينها هنا تيست، سيرو تيستيوها بالدخله تيستيوها وضربوا بها دوره وتشوفوا. عرفتوا البنات جابوها لها بنتي كادو قسما بالله الى الدار ترفعات بالريحه واعره، وليت حتى انا كنديرها. عندكم هذه البنات واعره دايره 5.95 اورو، كاينه هذه البنات وكاينه هذه تخي جولي. هادو شتيها البنات واعرين واعرين زعما الصراحه. كاينه هاد لوغوج هادي، كاينه هادي وكاينه هادي حتى هي هاد فليغ نوار، وكاين مونامور، وكاين هذا مون باراديس، ها هي كاينه شيري. ولكن البنات انا اللي عجبتني كل وحده والذوق ديالها في الروائح، الذوق ديالي ماشي هو ديالك. انا اللي عجبتني هذه هاد مونامور وتري جولي. هادو البنات زوينين زوينين بزاف، واعرين 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 واحد الدرجه البنات ما تصوروش، وريحتهم كتبقى في الحوايج والمبالاج ديالهم زوين بزاف البنات. شوفوا فنين البنات، ننصحكم بهم غير خذوهم والله العظيم الا ديال تحمير الوجه. غنوريكم عاوتاني كاينه هذه حتى هي زوينه، هذا لاغيف هذه جديده، كاينه هذه زوينه، كاينه هذه زوينه. ها انتما البنات كناخذ هذا، ها انتما البنات كناخذ هذا سينيال. هذا البنات ديك النهار كنت خديت منه ودابا عاوتاني غنعاود. هذا حتى هو ديال النعناع البنات، كل مره كنهز شويه لان هذا الشيء البنات هذا الشيء الغزالات ديالي راه كيدي فلوس كثير. شتي اللي كتقول لك لا غنخليه، والله القسم الا كيديو فلوس صحيحه
هاد التخربيق هاد الشيء وهذا كيديو فلوس ديال بصح. يعني الانسان كل مره فين ما خرجتي هزي 5 6 ما كيبانوش، لان غتشري 5 6 7 8 10 من الحاجه وتمشي تبغي تشري عاود من حاجه اخرى، راه بزاف. راه دابا كلشي غلى، اللهم الانسان كل مره تجي تاخذي حويجه. كل مره خديت من هذا البنات نتاع مينطا ونتاع فليو هادو، وديك النهار عاوتاني كنت هزيت اختي بغيت الشهر الداخل يدخل البنات صافي نكون فيرتيش ونكون ساليت. البنات كناخذ حتى هذا ديال البروتين، بالنسبه للناس اللي دايرين البروتين البنات هذا خص يكون اون سولفات واون سيليكون. راه كاينين جوج، كاين هذا وكاين هذا، كاين هذا سبولونك فيه غير اون سيليكون، ولكن الشامبو فيه اون سيليكون واون سولفات. البنات فيغان نباتي كيف كتشوفوا معايا في 400 ملي. هذا البنات حتى هو كنديه معايا غادي ناخذ منه. كاين هذا وكاين البنات هذا الاورانج هذا حتى هو ها هو كيف كتشوفوا خواتاتي، هادو اون سيليكون اون سولفات غادي نديهم هادو لختي. هادو غنهبطهم البنات لختي لانها حتى هي دايره اختي البروتين. ها انتم البنات شفتوا البنات كنهبط من هاد لي ديودورون هادو حتى هما ها هما راه فيهم هاد الشكل وهاد الشكل وهاد الشكل. هادو البنات نتاع الرجاله وفيهم هادو. البنات كنهز واحد 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 هكذا من كل واحد، غير نتوما ما تهزوش البنات من القدام، راه كاين اللي كيجي وكيرش. انا كناخذ من اللور كاع البنات. ها انتم البنات هادو نتاع بالايا زوينين 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 زوينين. البنات نتاع بالايا واعرين بزاف البنات، وبالاخص بالاخص البنات الروايح نتاع الرجال كيكونوا مجهدين مجهدين. هادو حتى هما البنات كندي منهم اللي كتب الله زوينين، رويحات فنين. ها انتوما ها انتوما خواتاتي ها هما البنات. هاد الماكينات حتى هما نتاع الحسانة البنات حتى هما كندي منهم، كندي نتاع العيالات ونتاع الرجاله. هادو الغزالات ديالي قال لك فيهم ميت الويفيرا، فيهم الالويفيرا غزالات. انا جيت عند الكزار هنايا، قولوا لي الكبده ديال البقري بالنسبه للناس فرنسا هولندا بلجيكا لندن السويد امريكا، الناس كاع اللي كيتفرجوا فيا المغرب كذلك ايطاليا جميع الدول الاوروبيه والمغربيه، قولوا لي شحال داير عندكم كيلو ديال الكبده ديال البقري؟ حنا دايره عندنا البنات 4.99 نقولوا 5 اورو الكيلو الكبده ديال البقري. والكبده البنات ديال الغنمي دايره البنات 11.49 باش نشوفوا حنايا حتى يعني الاثمنه بيننا وبينكم شحال. الغزالات ديالي انتما البنات الدجاج الكيلو 4.49 شنو اخر البنات 2.99 الكيلو. البنات فخاد نتاع الدجاج كبار جناوح 3.49 البنات. قولوا لي نتوما شحال داير عندكم الدجاج واللحم البنات. الكتف العنقره دايره 13.99 البنات، الكتف داير 14.99 الكيلو، وهاد الرجله هذه 13.99. شنو هي اللي 14 اورو؟ ها نتوما البنات كاتبين هنايا ب 12.99 هذه الكيلو و 14.99 البنات للرجله. غير باش نقول لكم يعني بغيت نعرف يعني الفرق اللي بيناتنا، شنو اللي عندكم غالي وشنو اللي عندنا رخيص. البنات هاد البلاد هذه زعما ما فيهاش الازمه وداك الشيء، ولكن عندنا بعض الحوايج اللي رخاص عليكم وعندنا بعض الحوايج اللي غلا عليكم، وبالاخص اسبانيا طاليان هكا فرنسا بلجيكا هولندا. بغيتكم كلكم تكتبوا لي في لي كومونتير بعد الفرق غير ديال هاد اللحوم وداك الشيء باش الانسان يستافد ونستافدوا البنات من بعضياتنا، باش حتى اللي بغى يجي لشي بلاد يعرف شنو كاين، المعيشه بشحال، اللحم بشحال. بزاف الناس اللي كيدخلوا عندي كيقولوا لي قولي لنا الفرق ما بين فرنسا وهولندا، هاد الشيء راه هضرت لكم عليه، راه عندي الفيديوهات اللي كاينه في القناه اللي بغى يستافد اللي بغى يقلب على راسو اللي بغى يشوف. ايوا اختي ضروري ما تقولوا لنا اللحم شحال داير عندكم. المهم البنات من بعد غادي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو مهم جدا. دخلت عندي واحد المتتبعه ديالي كتسولني قالت لي عافاك ناري حنا العيالات خطار والله العظيم، قالت لي عافاك وبغيتهم يجاوبوني كاع البنات يجاوبوني ويقولوا لي يقولوا لي اسماء عافاك التعاليق كيفاش غادي ندير انا وحلت. ايوا اختي وانا يا انا اختي قال لك ما على الرسول الا البالغ، انا غنبلغ وغادي ندير ما في جهدي. وانتم البنات الكويدات ديالي الغزالات المتتبعات الوفيات كل وحده
نشوف هاد العيالات الشيطانات. لا لا تبارك الله علينا ماشي شيطانات، حنا غزالات وفنات. الا ما كناش حنا راه كانت الكره الارضيه كاع ما تبقى كانت فنات شحال هادي. مهم الغزالات ديالي بغيت ننصحكم بواحد العسل انا عاد عرفتها. علاش غتقولوا لي علاش وكيفاش وحتاش وكيفاش عرفتيها؟ ومهم الغزالات ديالي بنتي كانت مشات عند الطبيبه لانها جاتها واحد الانفيكسيون في رجليها في صبعها، وقالت لها راه كتجيني الدوخه وكتجيني. قالت لها هاد الطبيبه هذه هاد الدكتوره هذه تركيه، قالت لها غادي تمشي لعند إرديملي او لعند اي تركي إرديملي وغادي تاخذي العسل ديال بيكميس. بيكميس سميتها هاد العسل البنات ديال بيكميس. ها هي ديروا لها السكرين، كاينه نتاع العنب وكاينه ديال الخروب. اللي دايره 800 غرام دايره غير 3.99 أورو. ها هي 800 غرام البنات، شوفوا كي دايره. وكاينه البنات جاريه، ما عرفناش شنو هاد بيكميس هادي، واش عسل واش ما عرفتش. مهم اللي فيه الدوخه، اللي ما عندوش المناعه، اللي غي طايح، اللي غي دايخ، اللي هادو فيه بزاف ديال الفيتامينات. قالت ليها خديها. ها نتوما هنايا البنات، هذه ديال التخاوبن وكاينه ديال الخروب. شوفي انتي واللي كيعجبك. انا غناخذ ليها غير وحده صغيره غنشوف واش تقدر تكملها ولا لا. البنات هادو ها هما ديروا لهم السكرين بيكميس. قالت لها في الدوخه، قالت لها سيري خدي بيكميس. هذا البنات فيه يمكن بزاف ديال الحوايج اللي حنا ما غنعرفوهمش اصلا. هنا كل شيء مكتوب البنات بالتركيه. ها هو هذا سيرو ها هو البنات، هو هذا بيكميس اللي تكون مكتوبه فيها بيكميس، هو اللي تشربوها البنات. ايوا انا غادي ناخذ البنتي ديال الخروب، فيه البنه ديال الخروب. ما عرفتش بنتي واش تعجبها ولا ما تعجبهاش، لهذا غناخذ لها ديال التخاوبن. بعد ديال العنب ضايقه وزوين وبنين، ديال الخروب ما غتعجبهاش. انا براسي ما عنديش مع الخروب. ها هو البنات، ها هو سيرو. هذا سيرو الناس اللي فيهم الدوخه، اللي ناقصه لهم المناعه، الناس اللي دائما سخفانين دخانين، خذوا هذه اختي نصيحه عطاتها تركيه، طبيبه تركيه لبنتي. قالت لها فيا الدوخه، راكم كتعرفوا هنا ما كيعطيوش الدوايات، وبحكم هي تركيه كتعرف بزاف ديال البرودويات التركيين. مع هي كاينه غير هنايا البنات، هذه اللي جات في القنطره نتاع برزك بلاط هنايا لتحت. قالت لها سيري عند إرديملي، هذا راه عند الاتراك، غير عند الاتراك. قالت لها سيري عند إرديملي راه عنده. مهم خواتاتي، قلت علاش لا ما نوريش لخواتاتي هاد الحويجه، مادام انا كنعرف شي حاجه نتقسمها مع البنات كاملين. لوليداتكم ليكم اخواتاتي، انا غادي نبقى نشرب مع، لاني حتى انا كتشدني الدوخه السخفه ستريس. راكم عارفين ما عندنا صحه، حنا غير كنجريو البنات مره كيتعصب كيطلع ليه الدم، وكتزيدي فوق شي فوق شي الله يحضر السلامه. مهم هي هادي العيالات اللي فات انا ملي قادات ضروري تجاوبوا السيده، راه عرفتوا راه واقفه عليكم وقفه ديال الصح. المهم البنات كيف ما كتشوفوا، ايوا اختكم راه دارت معكم فلوق، وراتكم كاع الحويجات بالنسبه للي جديد بغى يتقدى اللحم، اللي بغى يتقدى الحوت، اللي بغى الحوت راه عند المغاربه الصراحه ما كاينش محسن من الحوت ديال المغاربه. بالنسبه للحوم انا كنتقدى البنات على الاتراك الصراحه ما نكذبوش على الله. الغزالات ديالي ايوا اختكم على الدخلات، والله العظيم الى من الصباح يا حتى دابا راه 4:30 البنات. اليوم كان عندي عامر، كان عندي تيرمينات، كان عندي بزاف د المسائل ما نقضي البنات. مهم جيت الغزالات ديالي بغيت نقول لكم شنو قالت لي المتتبعه ديالي، رانا متحمسه قولوا لي بحال هاد العيالات القوطات الحارات انا كيعجبوني. مهم الغزالات دخلت عندي قالت لي عافاك الله يجازيك بخير، قولي لي شي حل. راه حنا مولفين كنمشيو في الطوموبيل، ولكن هاد العام راجلي قال لي غادي نمشيو في الطياره. قال لي تفاجئني في اخر لحظه. قالت لي دابا حنا مهبطين معانا الفلوس، قالت لي انا غادي نهز النص وهو النص، يعني راك كتعرفوا في في في, في في الطيارات قدي تهبطي معاك 10,000 أورو، فوق من 10,000 أورو خصك ديكلاري. راه ما يمكنش، ها نتوما نقولها لكم باش تكونوا عارفين، راه اللي كيمشي كيدي فوق من داك الشيء راه كيغامر. المهم البنات قالت لي راه فاجئني، وراه قال لي غادي نمشيو في الطياره. قالت لي بقيت شاده على راسي، قالت لي وانايا كان قال لي انت غتهزي النص وانايا النص.
قالت لي يا عرفتي، بس قالت لي يا وانا يا جامعه الفلوس، قالت لي ما عارفش راجلي شحال جامعه وشحال عندي واش جامعه ولا ما جامعاش. قالت لي وكنت دايره غادي نهبطهم للمغرب، قالت لي باش نتبرع ونتفطح بيهم يا اختي، قالت لي ونبرع دارنا. قالت لي دابا كي غادي ندير؟ قالت لي يا وحلت، قالت لي دابا غادي نهز هو يهز ديالو وانا نهز ديالي. قالت لي يا وقالت لي والفلوس ديالي كي غادي ندير لهم؟ قلت لي يا حرص، قلت ليها صيفطيهم في الريه كل شهر صيفطي. قلت ليها اصلا ما بقى والو، قلت لها كل شهر صيفطي في الريه الكونط ديالك الا عندك شي كونط اولا شي واحد اللي عارفه ميقيس لك فلوسك. قلت ليها ولا كتعرفي البنات صحاباتك اللي ما يكونش عندهم مشكل مع عارف ديالك عطيهم يصيفطوا لك، كل واحد يصيفط لك شويه حيت المبلغ. قالت لي جمعت 3500، قالت لي وبغيت نهبط نتبرع مع راسي. قالت لي ما في خباروش ما في راسوش، يعني قالت لي بغيت نتفطح ونفطح دارنا ونتبرع ونشري. قالت لي كل شيء، قالت لي وقولوا لي شي حل. قالت لي واش كاين شي واحد فايت ليه وقع ليه بحال هكا هبط اكثر من 10000 كي غادي ندير؟ قالت لي هو ما فراسوش وما بغيتش نقول ليه هذوك فلوسي دياولي انا جمعتهم انا اختي نهبط نتبرع بهم. مهم البنات حتى تنصحوها الله يجازيكم كل خير. وشوفوا اختي العيالات الحارات، شوفوا العيالات اللي كيجمعوا، العيالات اللي كيجمعوا شتي راه الجميع زوين. حتى بالنسبه للمراه اللي ما كتجمعش جمعي اختي، واخا ما تعلق واخا يدك ياكلوك حاولي تجمعي، راه الجميع زوين، راه زوين الجميع. دابا هي ها هي عندها الفلوس، هي عاد غتصفر على راجلها واخا غيعطيها شي حاجه، كاين ما غتصفرش عليه، غيكونوا فلوسها في جيبها تشري اللي بغات، ما غتصدعو من حتى شي حاجه، وهي براسها غتستمتع وما غتكونش دايره بحال هكا مكروفه خاصها الحاجه، خاصها تمشي عطيني عطيني بغيت، يتشادوا يتقاتلوا على الحاجه، لا انا بغيت هذه، لا انا يا ما غيقدونيش، لا انا مهم. العيالات جمعوا الفلوس، جمعوا 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 الفلوس كاملين اللي كنشدوا راه كيمشيو لنا غير في الماكله. الانسان كل ما جمعتي من الفلوس كل ما جمعتي منهم راه مزيانين ليك نتيا. نهار غادي تهبطي المغرب تقضي بهم شي حاجه تشريها، ما عندكش الذهب تاخدي شي حاجه، دائما شوفوا جمعوا. واخا نعرف نبدا نجمع غير بشي حاجه بسيطه حتى نتعلم ونبقى عاد ديك الساعات نولي نجمع شي جميع اللي هو مزيان. مهم الغزالات ديالي نتمنى الله يعطيكم الستر، عطيوها النصائح ديالكم هنايا جاوبوها الله يجازيكم بخير. قالت لي غادي نشوف الكومونتيرات ديالكم، ما تبخلوش عليها. واخا اختي كنتي كتفرجي في التلفازه اختي رجعي وتفرج وكومونتي ليا فاش تشدي التليفون، واخا بايميل واحد اخر عطيوها ارائكم الله يجازيكم بخير. واش كديروا واش درتوا شي حاجه واش فايت لكم وقعت لكم بحال هكا ودرتوا شي لعيبه؟ بزاف حنا بزاف حنا الحوايج ما كنكونوش عارفينهم، تقدو نتوما تكونوا عارفينهم من غير ما ديكلاري بطبيعه الحال. مهم خواتاتي نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون لاستحسانكم، يكون عند حسن ظنكم، تكونوا كتفوجوا معايا، نكون كنعطيكم واحد الطاقه زوينه يا اختي. ايوا نكون اختي كنفرحكم ونقول لكم راه المغرب راه جاي، راه بقى لنا غير الشهر الجاي يا اختي، وما تقنطوش وما يجيكوش اكتئاب. مهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد، وباي باي عليكم، موح عليكم.